ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كما نسوا لقاء يومهم هذا كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.